في ايه؟ اتفضلي يا حاج. خير يا حاج، ايه اللي تعب؟ مش عايزين يدخل لك الشيف، بيقولوا لي لازم ادفع 50 جنيه. والله انا لولا الوجع ما كنت جيت. مين اللي قالك كده يا حاج؟ التذكره عندنا في الوحده بجنيه واحد والعلاج مجانا. بتاع التذاكر بره اللي قالك كده؟ لا لا يا ابني، انا قطعت تذكره بجنيه اهو، بس في عياده السنان قالوا لي دي ما تمشيش هنا ولازم ادفع فلوس تانيه. الاسنان؟ ايوه يا ابني، عياده الاسنان هي اللي قالت لك عايزين 50 جنيه؟ ايوه، وقالوا لي لو مش عاجبك روح اكشف في حته تاني، ومفيش دكتور سنان في البلد كلها الا هنا. طيب انا اكتب لك مسكن هيخليك كويسه جدا. جربت كل حاجه يا ابني مفيش فايده، الضرس لازم ينخلع. خلاص انا هبلغ الاداره بده وان شاء الله هيتصرفوا قريب. هتبلغ الاداره؟ تشكر، كتر خيرك يا ابني كتر خيرك. استني يا حاج، انا جاي معاك. وفي ايه؟ الدكتور عاطف راح يتخانق مع الدكتور سمير، الدم هيبقى للركب. مس ألفة، انت طلبتي من الست دي فلوس عشان تدخل تكشف؟ بقول لك طلبتي من الحاج 50 جنيه عشان تدخل تكشف؟ هو فين النهارده؟ هو كل واحد فاضي يجي يعلي صوته علينا؟ هو احنا ملطشت الوحده؟ ايوه طلبت منها، هتعمل ايه يعني؟ بس ده ما ينفعش يا دكتور سمير. اهو نفع، هتعمل ايه برضه؟ لو دي هتخليك تشتغل فخدها اشتغل. اتفضلي انت يا ماما عشان ما تعطليش. ربنا يخليك يا ابني. وانا ليا كلام تاني في الموضوع ده. لا جدع شاطر، سقفي له يا بنتي ألفت. يلا اطلع فوق يا حبيبي. انا هطلع فوق عشان ده مكاني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.